بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة الصادق التعليمية. الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم فيه كيفية التسجيل في منظومة الإقرارات الإلكترونية لممول مصلحة الضرائب الأشخاص الطبيعيين. ايه الكلام ده؟ الحكومة قررت ان كل الأشخاص الطبيعيين، يعني شخص طبيعي يعني عم محمد البقال، عم احمد الجزار، عم حسن بتاع الفول، ده اسمه شخص طبيعي، راجل صاحب المحل لوحده. الحكومة قررت السنة دي ان الإقرارات الضريبية تتقدم عن طريق النت، في سبيل ان كل حاجة تبقى مميكنة، زي التنسيق بتاع الجامعات بقى عن طريق النت، زي التقديم في المدارس بقى عن طريق النت، فكمان الإقرارات هتتقدم عن طريق مين؟ عن طريق النت. السنة اللي فاتت الشركات بكل انواعها قدمت عن طريق النت، السنة دي بقى الاشخاص الطبيعيين اللي هم الناس الفردي اللي فاتح محل، اللي فاتح نشاط فردي، لازم يقدم عن طريق النت. الناس مستصعبة الموضوع ده، الموضوع مش صعب، بعد ما تتفرج على الفيديو ده هتلاقي الموضوع بمنتهى السهولة، سواء حضرتك مجرد ان انت بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر هتلاقي الموضوع سهل جدا. نبتدي على بركة الله. احنا في الاول هنخش على جوجل وهنكتب منظومة الإقرارات الإلكترونية زي ما هيظهر قدام حضرتك، وهنقول له بحث، هيبحث عليها وهتظهر لي بالشكل ده. ادي ضريبة القيمة المضافة للبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. هخش هنا ممول جديد، ادوس عليها، بيفتح لي دي الصفحة اللي انا هسجل فيها الإقرار. بس قبل ما اسجل الإقرار لازم اسجل شوية بيانات، فانا في الفيديو ده هركز في تسجيل البيانات دي بحيث ان انا اسمح لك انك تخش تسجل بيانات الاقرار، لان بيانات الاقرار اللي تظهر بعد مع حضرتك بعد كده هي نفس البيانات الورقية اللي كنت بتملاها، نفس الشكل الورقي، بس انت هتحط فيها الارقام الكتروني على الشاشة. اول ما بتعمل بتلاقي تسجيل ممول جديد، اختار طريقة التسجيل، انا هختارها يدوي، وهدوس هنا. لما دوست هنا قال لي دخل رقم التسجيل الضريبي الموحد. ايه رقم التسجيل الضريبي الموحد ده؟ حضرتك معاك البطاقة الضريبية، البطاقة الضريبية في حاجة اسمها رقم التسجيل الضريبي، ده بيتكون من 9 ارقام، كل اللي عليك انك بتكتبها هنا. مجرد ما بتكتبه بيطلع لك اسم المستخدم متوفر، بيحط لك كده اسم مستخدم وهمي بحيث ان انت تعرف تكمل الاجراءات. كلمة السر هم علشان يعني ما يخلوش كلمة السر سهلة، عشان ما حدش يخش يسجل حاجة مش بتاعتك ويوديك يحط بيانات في الضرائب مش مظبوطة، فعملوا كلمة السر لها شروط. ايه شروط كلمة السر؟ شروط كلمة السر بمنتهى البساطة لا تقل عن 8 احرف. انا يسرتها لك، الشاشات اللي فاتت دي كلها كان فيها مشاكل في كلمة السر، الشاشات اللي فاتت كلها كان فيها مشاكل في كلمة السر. على سبيل المثال مثلا هنا بيقول لي كلمة المرور يجب ان تحتوي على حرف واحد صغير، كلمة السر لا يمكن ان تقل عن 8 خانات، كلمة المرور يجب ان تحتوي على حرف واحد كبير على الاقل، كلمة السر لا يمكن ان تقل عن 8. انا يسرت لحضرتك الامر وحطيتها لك بالشكل اللي انا هوريه لحضرتك ده، ان هو ما تقلش عن 8 احرف وتكون انجليزي، لازم حرف منهم يكون كابيتال على الاقل، واحد منهم يكون سمول على الاقل. كابيتال يعني الشيفت مع الحرف، سمول بكتبه من غير شيفت او من غير مدوس على زرار الشيفت او الكابس لوك. ويجب ان تحتوي على حرف خاص مثل الاندرسكول وعلامة في المية والهاشتاج والاد. لو انت لك عملت ايميل قبل كده بتلاقي الكلام ده كله بسيط بالنسبة لحضرتك. يبقى الشروط تاني لا تقل عن 8 احرف عشان ما تاخدش منك وقت وانت شغال فيها، تحتوي على حرف واحد كبير كابيتال، وحرف واحد على الاقل، حرف واحد برضو سمول على الاقل، وتحتوي على حرف خاص، حرف واحد برضو على الاقل، يكون زي الاد، زي الهاشتاج، زي في المية، زي الاندرسكول. مجرد ان انت بتكتب كلمة السر بالطريقة دي 8 احرف ويكون فيها على الاقل حرف واحد كابيتال وحرف واحد سمول ويكون فيها علامة خاصة، بيقبل منك كلمة السر وبيقول لك اعد كتابة كلمة السر، بتعيدها تاني هنا، لو الاتنين طلعوا متطابقين
بيحولك، بتدوس هنا بيحولك للشاشة دي. بيقول لك اختيار الكيان القانوني، انت شخص طبيعي ولا اعتباري؟ احنا اتفقنا الشخص الاعتباري ده الشركات، احنا بنتكلمش على الشركات، احنا بنتكلم على الشخص الطبيعي اللي ملزم السنة دي انه يقدم على النت. الشخص الاعتباري ده اتقدم السنة اللي فاتت على النت، فبالنسبة له المعلومة عنده. فاحنا بنشرح للناس الجداد. فانا اعدم على طبيعي وادوس هنا. هيقول لي من فضلك انتظر قليلا، استنى لحد ما الشاشة دي تعدي. وبعد كده بيقول لي اسم المستخدم غير متوفر. انت فاكر حضرتك قلت لك هو خد نفس رقم التسجيل وحط لك رقم وهمي على اعتبار اسم وهمي، على اعتبار ان انت تعرف تكمل الشغل بتاعك. اسم المستخدم هنا الشرط بتاعه انه ما يقلش عن 3 حروف، ما يقلش عن 3 حروف. الناس اللي عملت ايميلات قبل كده ممكن يقعد يكتب الاسم كذا مره لحد، لانه ما بيكررش اسم كان اتكرر. فلو قال لك اسم المستخدم غير متوفر تدنك تغير فيه لحد ما يقول لك اسم المستخدم متوفر. يعني ممكن تعمل حاجة 4 حروف 5 حروف خلاص تحطها، بحيث ان انت ايه لحد ما يقول لك معاك متوفر. اذا كان اسم المستخدم متوفر زي ما انا قعدت اغير كده وكتبت دون، قال لي اسم المستخدم زي ما ظهر قدام حضرتك متوفر. بكمل برضو، هتلاحظ حضرتك كلها اختيار الكيان القانوني، احنا اخترناه طبيعي. هل انت جيت خصم التحصيل تحت حساب الضريبه؟ يعني انت بتخصم من الناس وتديهم فواتير؟ طبعا الناس في اغلب المحلات دي ما بتعملش كده، لو كان بتعمل بتقول نعم، ما بيعملش بيقول لا. يبقى دي اول حاجه بيسالك، انت في بتدي للناس فواتير وتخصم منهم مبلغ تورده للضريبه؟ طب انت حاضر لضريبه القيمه المضافه؟ بتخصم من الناس زي مثلا المحلات والمطاعم الكبيره، بتروح تقول لك 14% ضريبة قيمة مضافة، المفروض انه بيخصم منه ويورده للدولة. المحل احنا بنتكلم عن المحلات الصغيرة على الناس اللي على قدها، لكن لو كنت بتعمل كده هتقول له نعم، لو ما كنتش بتعمل هتقول له لا. وبعدين بعد كده بيقول لي انت ينوب عن الممول ولا الممول نفسه، يعني انت معاك توكيل ولا الممول نفسه؟ لا انا الممول نفسه. ولو كنت انا معايا توكيل بقول له ينوب عنه وادخل بيانات التوكيل زي ما هيتظهر في الشاشه، هتظهر قدامي املى بياناتها. بعد كده جاب لي هنا بقى بيقول لي تسجيل البيانات الاساسيه، عايزك تسجل بياناتك. اسم الممول اكتبه هنا، عنوان الممول اكتبه هنا، عنوان المراسله اللي هو عنوان البيت اللي انت عايز يترسل عليه مثلا، وعايز البريد الالكتروني. البريد الالكتروني ده هو البريد على سبيل المثال اللي انت بتخش بيه على الفيس. طب لو انت ما عندكش بريد الكتروني، انا هعمل فيديو واحط لحضرتك الرابط بتاعه اسفل هذا الفيديو، اشرح فيه لحضرتك ازاي تعمل بريد الكتروني. بكتب عنوان الممول الموبايل بتاعك، وبكتب الرقم القومي، وبعدين الفاكس برضو اكتب اي رقم تليفون في الفاكس، واقوم جاي هنا في البريد الالكتروني اكتب البريد الالكتروني بتاعي. لما اكتب البريد الالكتروني بتاعي اللي انت حضرتك بتخش بيه على الفيس، او تخش على الفيديو اللي انا هحط لحضرتك الرابط بتاعه اسفل هذا الفيديو ازاي تعمل بريد. هو ليه عايز البريد الالكتروني؟ عشان هيرسل لك، عشان يتاكد ان انت ليك بريد ويتاكد ان انت الشخص المطلوب، هيرسل لك كود التاكيد. مجرد انت بتقول له ارسل كود التاكيد وتروح للبريد الالكتروني اللي انت عامله، بيقول لك هو كود التاكيد بتاعك الرقم بتاعه. كل اللي عليك ان انت تكتبه هنا عشان تاكد الكلام، وتقوم دايس هنا. يبقى من تاني، انت لما تكتب البريد الالكتروني بيقول لك ليه بيطلب البريد الالكتروني، كل اللي هو بيطلبه عشان يرسل لك كود التاكيد عليه، تاخده وتكتبه في كود التاكيد في الخانه دي. بعد كده بتدوس هنا يشيك على الكلام. لا انت ما كتبتش الفاكس، برجاء ادخال الفاكس صحيح. اكتب اي رقم تليفون او رقم التليفون بتاع عنوان الايه بتاع رقم التليفون اللي فوق، ودوس. هيقول لك بقى ايه هنا، عايز بيانات النشاط. ايه بيانات النشاط؟ الاسم التجاري، كتبنا باسم الراجل، وعنوان النشاط اللي هو العنوان بتاع المحل بتاع الممول دون. وبعد كده هقول له تسجيل. قلت له تسجيل، قال لي تم التسجيل بنجاح. تم التسجيل بنجاح، يبقى انا كده سجلت على مين؟
على البوابة الإلكترونية لإدخال الإقرارات. لما أجي هنا بكتب تسجيل، قال لي أنا تم التسجيل بنجاح. لما أجي أخش تاني بقى تسجيل الدخول، خلاص مجرد ما بضغط على تسجيل الدخول بيقول لي اكتب اسم المستخدم هنا، واسم المستخدم احنا المفروض كتبناه هنكتبه في ورقة اللي انا قلت لحضرتك ما يقبلش عن ثلاث حروف، واقعد غير فيه لحد ما يقبله منك، والباسورد هنا، وادوس على تسجيل الدخول بيفتح لي الشاشة بهذا الشكل. هنا في رسالة بيقولها لي، بيقول لي ان انت ممكن من غير تجديد الاشتراكات هيقبل منك الاشخاص الطبيعيين، لانه كان في اشتراك بالنسبة للاشخاص الاعتبارية. في هنا ضريبة الدخل ايه؟ وفي اقرارات الدخل. مجرد ما بدوس على اقرارات الدخل بيقول لي دي هنا الاقرار الضريبي على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين، هنا على السيارات، هنا على اللي ماسك حسابات. فانا بخش هنا واستعرض الاقرار اللي موجود وازاي ادخل بياناته، وهيكون ده موضوعنا في الفيديو اللي جاي. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح ازاي تدخل الاقرار بتاعك. لو عجبك الفيديو لا تنسانا من الدعاء والضغط على زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.